في الكوجا الوجع مرئي باين. حكت بالمحكمة الوجع مرئي وفعليا وجع مرئي، وأنا فخور بالأشياء اللي عملتها جوا السجن أثناء جامعة، والكتاب اللي عملته، وكتير تعبت بأشياء وهي جوا السجن، وأنا بقدر هذا التعب وفخور فيها وعلى إنها قادرة إنها تستحمل هذا التعب، وإن شاء الله بيطلعوا جميع الأسر عن قريب، وهذا الأفراح بنفرحها مع بعض إن شاء الله. ثمان سنوات مرت بكل الألم، ألم بيعجز لسان عم وصفه، لكن من خلال إسراء إحنا بنستمد الأمل ومنكمل بمسيرتنا للحياة. إسراء هي منبع الأمل بالنسبة لإلنا وبتعلمنا كيف نعيش الحياة. نحن كعائلة يعني بنشتاق كثير لإسراء وبنفتقدها بكل مناسباتنا، كل يوم إحنا بنفتقد إسراء وهي ما بتغيب عن بالنا. بنتمنى لها الفرج القريب إلها ولكافة الأسرى. وبالنسبة ل إسراء بتعاني من الاشتياق، إسراء ما بتعاني بس من الأمل، من الألم، بتعاني من الاشتياق لابنها، بالذات ابنها، كونها هي بعيدة عن ابنها ووحيدها، فهذا شيء يعني بفاقم الألم بالسجن. فعلا أنا ليش حبيت أحكي؟ لأن بعرف أنا ظروف السجن جوا، رغم كل الصعوبات رغم كل الضغوطات، نيجي مندخل كتب بيرجعوهم، نيجي يعني رغم الألم، وإدارة سجن الدمون كتير مجرمة، إنها يعني قدرت إسراء جعبيس إنها تطلع هذا الكتاب موجوعة. وأنا ما استغربت من الاسم من مرة، لأنها إلنا 8 سنوات بضل تحكيها هاي الكلمة. وانا حكي انا كل ما بزورها بحكي معاها وبتحكيها كيف، لما نحكي لها كيف حالك بتحكي انا موجوعه. انا ما استغربت من اسم الكتاب، يعني اعتقلت نورهان طفله، يعني طفله 16 سنه كانت في الصف العاشر، واعتقلوا كمان كبار يعني بالعمر بالسجن، يعني لا همهم العمر الطفولي ولا عمرهم الكبير اللي داخل السجون. يا معتصمة والله يفرجها على جميع الأسرى والأسرات يا رب.